ولتحليل الوضع في إيران في ظل عودة التظاهرات ضد النظام في طهران وما تشهده المدن الإيرانية، معنا عبر الخط الهاتفي من لندن الأستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. التظاهرات تتجدد إذن على الرغم من الانتشار الأمني المكثف للقوات الإيرانية وحملة الاعتقالات التي رافقت ذلك الانتشار في المدن الكبرى، إلى أي مدى ترى أثر العقوبات الأمريكية حاضرا في هذه التظاهرات؟ مما لا شك في سوء إدارة البلاد، والعقوبات الأمريكية أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للنظام الإيراني، وانعكس ذلك سلبا بشكل مباشر على عاتق المواطن. العقوبات الأمريكية تستهدف التمويل الخارجي الإيراني لأذرعها الإرهابية في العراق أو في سوريا أو في لبنان واليمن وشمال أفريقيا وباقي المناطق، لكن إيران لا تريد أن تكف عن تمويل هذه الأذرع، فهي توفر المال لتمويل أذرعها من خلال تضييق الخناق على المواطن، وتعلق هذه الحقيقة وهذه الواقعية على أن العقوبات الأمريكية تسببت بذلك، بينما العقوبات الأمريكية لا تستهدف القطاعات الحيوية في إيران التي تؤثر على قوت المواطن ومعيشته. المشكلة الرئيسية هي في سوء إدارة البلاد والفساد والتمويل الخارجي للمشاريع الإيرانية التوسعية. ما الذي يحرك المتظاهرين؟ لماذا في كل جولة من التظاهرات يخرجون بشكل أقوى ومفاجئ للنظام الإيراني؟ يعني الموضوع في إيران بلغ جميع المستويات. إذا نريد أن نقارن الوضع في إيران يمكننا بشكل وآخر نقارنه في الوضع في العراق. الناس سئموا من سوء إدارة البلاد، من الفساد ومن الظلم الذي يمارس بحقهم. وبالنسبة في العراق هذه الظاهرة عمرها 15 أو 16 عاما، لكن في إيران عمر هذه الظاهرة وصل إلى 42 عاما أو 43 عاما، والناس ملوا من هذه الإدارة أي النظام الإيراني، وكل مرة يخرجون ويجابهون بالقبضة الحديدية. لكنه نرى أن الاحتجاجات الشعبية في إيران باتت أسرع، بوتيرة أسرع تحصل. يعني خلال العقود الثلاث الأولى في إيران كنا نشهد كل خمس أو ست سنوات انتفاضة في إيران، نعم. الآن كل ستة أشهر نحن نشهد احتجاجات عارمة في إيران. بالضبط. طب خلال الأسبوع الماضي إيران شهدت العديد من الحرائق، ضربت منشآت حيوية، أول أمس احتراق السبع سفن في ميناء بوشهر. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن الكيان الصهيوني قد يكون ضالعا في هذه الحرائق، إلى أي مدى ترى أن ضوء أخضر أعطي للكيان الصهيوني ليكون وكيلا لأمريكا في إيران؟ الحقيقة أنا لا أنتمي إلى تقرير نيويورك تايمز، نعم. لأن مصير إسرائيل وإيران هو مصير واحد، وفي ظل سياسة إدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سيتم تحجيم هذين النظامين خلال رؤية مستقبلية للإدارة الأمريكية. ما يحصل في إيران هو من صنع الإدارة الأمريكية وليس إسرائيل أو بالنيابة عن الإدارة الأمريكية، والسبب في ذلك يتعلق بالعقود أو الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين بين إيران والصين، والولايات المتحدة لم تسمح للصين بالتواجد داخل إيران ولو إن حرقت إيران. يعني نعم. الآن هذه الرسائل واضحة التي تبعثها الولايات المتحدة إلى إيران وإلى الصين، هم بدأوا بحرق كل شيء. يعني إذا لاحظنا الاستهداف الأول تم للمشروع العسكري النووي الإيراني، نعم. في منطقة بارشين في طهران. الرمزية الثانية كانت إلى قلب المشروع النووي الإيراني في نطنز. وصلت الفكرة أستاذ محمد. كانت، نعم. في الأحواز لمركز الطاقة. يعني، نعم. المشروع هو والصراع مع إيران أكبر مما يظن أو تصوره. شكرا أستاذ محمد.
شكرا لك أستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.